أكيد مطبخ صباح السعودية اليوم السمك من الأغذية الصحية واللذيذة وهو مكون رئيسي في العديد من الوصفات طبعا مثل المطبق والصيادية ويحضر طبعا مقليا ومشويا نوعين طبعا تحضير اليوم الشيف مرفت اللي راح تعلمنا اليوم وش الخلطة كذا السرية عندها صباح الخير عليك شيف الخلطة يا أبوي بسيطة جدا وموجودة في كل بيت يعني مقادير سهلة اللي هو بقدونس كزبرة وشبت والفلفل الألوان كل الألوان الثلاثة وحطيت بهارات السمك وملح وكمون والسمك يحب الكمون كل ما كرمته بالكمون طلع لك الطعم ولا أروع حطيت زيت زيتون وليمون وثوم هذه كل الخلطة ومع الكركم هنا حطيت دهنت السمكة بالصبار اللي هو التمر الهندي معجون جاهز دهنتها من الظهر ومن البطن الحين بحط الخلطة أغطي كل السمكة فيها وانت تقدر تحطها مشوي تحطها مقلي بس هذا النوع من السمك يجي مشوي اللي هو القاروس أو السيباس يجي مشوي نحط كل الخلطة الحين أنا جهزت التاوة حقتي مسبقاً ولعتها احطها هنا عشان الوقت اوكي عندي هنا لازم التواقيع هذه تنحط هي اللي تحلي الصحن بس خلاص ولا اسهل منها حطيت في القاع الصينيه حطيت بصل وجزر وفلفل رومي بس كذا عشان تحميها وتستوي تاخذ طعم لو تشمونه الريحة ولا أولع السلطة بنسوي معها سلطة زبادي اللي هو خيار مبشور مع زبادي شام وزبادي عادي مع نعناع بودر وثوم وليمون وخلص أوكي. طيب شيف خليني أسألك اليوم الزبادي عادي مع السمك؟ عادي هذه معلومة خاطئة أنه السمك والزبادي والسمك واللبن ما ينأكل معلومة خاطئة جدا جدا ولا يصير أي حاجة ممتاز بالعكس فاليوم أنه عادي يأكلون أيوة الزبادي مع السمك عادي ولا أطعم طيب وش تنصحين مع الأكلة هذه يعني إيش أفضل خبز خلينا نقول الخبز اللي تبغاه الأبيض أو الخبز النخالة البر يطلع طعم ممتاز ممتاز يا جانب العافية طيب الله يعطيك العافية خليك كذا تستمتعين السمك برضو نسيت أقول لك في فوائد كثيرة مليان فيتامينات اللي هو فيتامين بي وبي 12 وبي 6 وA ودال مليان مرة نسبة عالية من الأوميجا 3 اللي هو لصحة القلب ممتاز والكوليسترول طيب في نوع معين شيف من السمك اللي تنصحين انه يكون مشوي اي اللي هو زي ما قلت لك القاروس او السيباس البلطي الكنعد طيب الحريد والاشياء هذه ما لها الحريد مره جميل 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 وينفع برضو مقلي بس يفضل يكون مقلي صح أي يفضل غالباً. اكثر مقلي طيب رز الصياديه مع الاكله الحلوه هذه كيف رز الصيادية طويل العمر تحمس البصلة تقطع البصل جوانح تنحمس لين تقارب على الحرق حلو أول ما تقارب على الحرق تحط عليها اللي هو يصير عندك زي ما تبغى أنت رؤوس للسمك أساس للطعم تصب عليها الموية مع البهارات حقتك بهارات السمك الملح الكمون مثل ما قلت لك وبعدين خلاص تصفيها وتكب الرز يا سلام طيب اجل احنا نخليك تاخذين راحتك وتستمتعين يعطيك العافيه الى ما تجهز طبختك طبعا